الكتل البرلمانية الموالية للشرعية ترسل خطابا للكونغرس الأمريكي. هل راعى الخطاب مصلحة اليمنيين أم مصلحة الرياض وأبو ظبي؟ ثم لماذا لم ينعقد مجلس النواب حتى الآن رغم مرور 3 أعوام على تحرير العاصمة المؤقتة؟ أهلا بكم. بعث رؤساء الكتل البرلمانية خطابا للكونغرس الأمريكي يطالبونه بدعم تطلعات الشعب اليمني في معركته ضد الانقلابيين. البيان ركز على إبراز الدور الإيجابي للرياض وأبو ظبي في الملف اليمني بوقت ترتفع فيه أصوات مسؤولين أمريكيين مطالبين بإيقاف الدعم الأمريكي للرياض في حربها باليمن. البرلمان الموالي للشرعية، الكرت المهدور والورقة الضائعة بيد الرئيس هادي بحسب كثيرين. حتى الآن لم تنجح الشرعية في عقد لقاء واحد للبرلمان بعد قرار نقل مقره إلى عدن في يناير 2017، رغم أنها تقول دوما إنها تسيطر على 80% من الأراضي اليمنية. فمن الذي يعيق انعقاد البرلمان إذن؟ مرت أكثر من 3 سنوات منذ أن تحررت العاصمة المؤقتة عدن، ولم تعقد فيها ولا جلسة واحدة لمجلس النواب المؤيد للشرعية. مجلس النواب السلطة التشريعية للبلاد، يتنازعه طرفا الصراع، الحكومة الشرعية والانقلابيون الحوثيون. سلطات الانقلاب وبرئاسة يحيى الراعي مستمرة بعقد جلساتها في صنعاء بالأعضاء الموالين لها، بينما عجز الرئيس هادي ومن خلفه الرياض عن عقد جلسة واحدة للأعضاء الموالين للشرعية رغم تجاوز عددهم للنصاب المطلوب. مصادر خاصة قالت إن الرياض حشدت كل جهدها في أكتوبر الماضي لمحاولة استكمال النصاب وعقد جلسة للبرلمان، وقد عقدت اللجنة الخاصة السعودية لقاءات مع معظم أعضاء البرلمان وطالبتهم بالتجهيز لعقد الجلسة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. إذن ترك الملعب للحوثيين، ولا يزال يحيى الراعي أمام المؤسسات الدولية هو الرئيس الشرعي لمجلس النواب، حيث فشلت الشرعية حتى عن عقد جلسة لسحب البساط من تحت الانقلابيين وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس. بالأمس أرسلت قيادة البرلمان الموالي للشرعية خطاباً موقعاً من رؤساء الكتل البرلمانية إلى مجلس الكونغرس الأمريكي تطالبه بدعم السلطة الشرعية والتحالف، وقال الخطاب إنه لولا تدخل التحالف لكانت اليمن دولة فاشلة بكل المقاييس. حاول الخطاب تلميع الدور السعودي والإماراتي في اليمن، وبدت مصلحة الرياض وأبو ظبي حاضرة في البيان أكثر من مصلحة اليمنيين أنفسهم. لم تستثمر الحكومة كرتا مهما من أدوات الصراع ضد الانقلابيين رغم تواجد عشرات البرلمانيين معها في الرياض والقاهرة. قبل قرابة عام التقى بهم ولي العهد السعودي وألقيت بعض الكلمات والقصائد الشعرية، لكن بعد أن خرج النواب مبتسمين لم يحدث شيء على الصعيد السياسي بعد ذلك. لا يغفل مسؤولون في بلد جمهوري أهمية السلطة التشريعية، لكن في عهد الرئيس هادي لا شيء في موقعه الطبيعي. أما الرياض وأبو ظبي فكيف ستعرفان معنى السلطة التشريعية ناهيك عن أهميتها؟ مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ خالد عقلان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ خالد. تحية لكم مشاهدينا الكرام. حياكم الله أستاذ خالد. إذن بيان صادر عن كتل أو موقع من قبل الكتل البرلمانية بمجلس النواب اليمني بشأن النقاشات الدائرة في الكونغرس الأمريكي، ما أبرز النقاط التي وجدتها في هذا البيان؟ تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هو مؤسف للغاية أن لا يتم انعقاد مجلس النواب، خاصة بعد أن تم تحرير، كما جاء في التقرير، تم تحرير مدينة عدن قبل حوالي 3 أعوام، وكان هناك يعني قرارا واضحا بانعقاده ونقل مقره إلى عدن في العام الماضي، ولكن نحن الآن بعد عام كامل من هذا القرار للأسف الشديد لم نرى شيئا. الإشكالية أن هناك يعني مجلس النواب هو مجلس النواب شعب الجمهورية اليمنية، ومن العيب أن يتحول إلى منظمة تدافع عن الدور السعودي في اليمن والتحالف الذي منح فرصة 4 سنوات
واستمرت هذه الحرب وتدخل عامها الرابع بعد أشهر قليلة، هذه الحرب التي تسببت بأكبر كارثة إنسانية، ربما تصبح هذه الشرعية بأدواتها التي كانت تحالف حينما دخل إلى اليمن في العمليات العسكرية في مارس 2015 أعلن أنه من أهدافه وأولويات تدخله في اليمن استعادة الشرعية بمؤسساتها المعروفة. وكما هو معلوم أن البرلمان في الجمهوريات له دور الرقابة على الحكومة، وله دور إقرار الموازنة، وله دور يعني عزل الحكومة، وبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة جدا. هذه الإشكالية تكمن بأن الشرعية تفرط بأوراق مشروعيتها وقد تدخل في أزمة دستورية أو أزمة قانونية، ومؤسف جدا أن الشرعية وأدوات الشرعية ورموز الشرعية تفرط تماما بمثل هذه الأوراق المهمة التي تسندها أمام الهيئة الدولية. للأسف ظهرت الشرعية ضعيفة أمام المجتمع الدولي لأنها يعني فرطت بشكل مخزي بمفهوم السيادة الوطنية، وأصبح رموز الشرعية يعني أغلب أعضاء البرلمان الذين كان يمكن أن يكون هناك انعقاد لهذا البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، والليمنيون انتظروا بفارغ الصبر منذ يناير العام الماضي حينما اتخذ قرار يعني نقل البرلمان إلى عدن، انتظروا هذا الانعقاد ولكن للأسف الشديد دوما ما تكون المسألة الأمنية هي المسألة التي تقف حاجزا دون انعقاد البرلمان، كما يتحدث كثيرون يقولون أنه كيف يمكن أساسا أن نطالب البرلمان بالانعقاد وأساسا رئيس الجمهورية من يفترض بسلطاته السلطات الأمنية أن تحميهم في نهاية المطاف هو أساسا غير موجود في عدن، هو كان على من تلقى المسؤولية في هذه الناحية؟ هو في الحقيقة الرئيس هادي يتحمل مسؤولية كبيرة، وأعضاء البرلمان الذين هم يعني في صف الشرعية وهم الأغلبية يتحملون مسؤولية كبيرة. كان المفترض يعني البرلمان أعضاء البرلمان كان المفترض أن يكون هناك يعني مطالبة واضحة من أعضاء أو من رؤساء الكتل البرلمانية للتسريع بانعقاد مجلس النواب في عدن، من العيب ومن المعيب يعني على الأقل مقابل يعني هذه البيانات التي تصدر المعيب يعني أليس كذلك؟ نعم سيدي، من المعيب أن الحوثيين يعني يعتقلون أو يجبرون من تبقى من أعضاء مجلس النواب في صنعاء وتستمر دورات انعقاد مجلس النواب في صنعاء، المجلس النواب الانقلابيين ومن ضمنهم رئيس المجلس يحيى الرعي. يعني هي الشرعية تقول أن هذه الجلسات غير يعني الحكومة اليمنية تقول أن هذه الجلسات غير شرعية في نهاية المطاف، لكن هو يعني فعليا الآن ونحن في الخبر الصادر اليوم أو الحدث الأبرز اليوم فيما يتعلق بهذا البيان الصادر عن الكتل بمجلس النواب، ما هي أبرز النقاط التي وجدتها فيه أستاذ خالد؟ أولا البيان تكلم أن التدخل العسكري في اليمن حظي بترحيب يمني كبير، يعني من ناحية هذا الكلام صحيح ومئة في المئة أن اليمنيون حينما دعم الحوثيون وحينما قام الحوثيون وصالح بالانقلاب الذي هو أصلا ممول من الرياض ومن أبو ظبي ظنوا أن عهد سليمان يختلف عن عهد الملك عبد الله وأن هناك تغييرا كبيرا هذا في لحظة المشهد. هذا في لحظة، في لحظة عاصفة الحزم، في لحظة انطلاق عاصفة الحزم 26 سبتمبر وبعد مارس 26 مارس 2015 حينما أتى الملك عبد الله، استبشر اليمنيون جميعا أن هناك تغييرا جذريا في مؤسسات القرار السعودي وأن هناك يعني تنبه السعوديون إلى خطر الذي يداهمهم وأن الصدى الكلمات التي عبر بها وزير الخارجية سعود الفيصل حينما قال المرحوم سعود الفيصل حينما قال للأمريكان سلمتم العراق إلى إيران بطبق من ذهب، كنا نظن بالفعل أن السعودية تدرك حقيقة الخطر الإيراني الذي يأتي من الجنوب بعد خاصة بعد أن صرح أحد كبار القيادة الإيرانية أن صنعاء هي العاصمة الرابعة. لكن للأسف الشديد بعد 4 سنوات من الحرب تبين أن الحوثي والسعودية هما وجهان لعدوان واحد على الشعب اليمني. السعودية إذا كانت جادة حقيقة في الإيفاء بالالتزامات أو بالالتزامات التي رافقت التي انطلقت منها العملية العسكرية والتدخل العسكري في اليمن وهي استعادة الشرعية واستعادة الدولة والقضاء على الانقلاب، كان يمكن أن يحتفل اليمنيون هذا اليوم بالعيد الثالث لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. العراقيون احتفلوا قبل 3 أو 4 أيام احتفلوا بالانتصار الشعب العراقي بقيادته بقيادة العبادي سابقا رئيس الوزراء السابق بالانتصار على داعش، واستطاعت الحكومة العراقية لأن
أن لديها حلفاء صادقون الإيرانيون. انتصرت الحكومة العراقية في 8 أشهر ونظفت العراق من تنظيم داعش. يعني استفادت من تنظيم داعش. نعم. لكن المشكلة أن الشرعية اليمنية لديها حلفاء غير صادقين، والشرعية في الحقيقة هي فرطت بأهم أوراقها ولم تعد ضبط العلاقة مع التحالف. الشرعية الآن مطالبة لكي تحافظ على مشروعيتها الدستورية ومشروعيتها القانونية، مطالبة الآن أن تعيد تعريف العلاقة مع التحالف. طيب هل يمثل هذا البيان ذلك؟ أنا أعتقد هل رأيت أن البيان يحمل هذا، يعني يحمل صوت الشعب اليمني بالفعل، صوت الذين يعني مثلا يرفضون في المهرة وجود التحالف العربي بشكل أو بآخر، يرفضون في سقطرة أيضا وجود القوات التحالف، هل هناك صدى لهذه الأصوات في هذا البيان الذي صدر عن رؤساء الكتل أو الموقع على الأقل منهم؟ للأسف البيان، يعني هناك ملاحظة أن هذا البيان لا يحمل أسماء الموقعين فيه وإنما فقط توقيعات باستثناء محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي. بالنسبة للبيان هو لا يرتقي مطلقا إلى مفهوم السيادة الوطنية. البرلمان مطالب ب الحماية الدستور وحماية ومراقبة أداء الرئيس ومراقبة أداء الحكومة وكذلك إقرار الموازنة، وهذه المهام الأساسية والسيادية للبرلمان. لكن هذا البيان في الحقيقة لا يرتقي إلى المهام الكلية التي يجب أن يطلع بها البرلمان. هناك يعني مهام تكاد تكون ملحة يجب على البرلمان أن يتطرق لها قبل أن يتحول إلى محامي على الدور السعودي العبثي والدور السعودي والإماراتي العبثي الذي أصبح بعد أن أسهم بإسقاط الدولة بعد بدعمه لتحالف الحوثي وصالح في 2014 في الانقلاب الأسود في 21 ديسمبر. بعد 4 سنوات تبين أن السعودية بعد أن أسهمت في إسقاط الدولة على يد تحالف الحوثي وصالح الآن تسقط المجتمع اليمني في وحل الفوضى. وللأسف الشديد أن هذا البيان يشير إلى مسألة خطيرة جدا، إما أن تقبلوا بالتحالف وبعبثيته أو الفوضى الشاملة. فبالتالي هناك حقيقة يعني نقطة مهمة جدا، وهي تمثل في الحقيقة يعني ربما نقطة مهمة في هذا البيان. هو ذكر البيان أن الشعب اليمني أمام خيارين، إما استمرار جهود استعادة الدولة بدعم التحالف، يعني أن يستمر هذا العبث وتستمر هذه الفوضى. كان المفترض بهذا المجلس، يعني تسليم كامل، كان المفترض بهذا المجلس أن يسائل الحكومة فيما يتعلق بجرائم. هم يقولون أن التحالف هذا حرر 80% من الأرض اليمنية. طيب الآن هناك في هذه الأرض المحررة ومن ضمنها عدن، والتي كانت قبل 50 عام أيام الإنجليز أفضل بألف مرة مما هي عليها اليوم، وهذا في الحقيقة يحزنني أن أقول ذلك، أن عدن كانت أيام بريطانيا أفضل بألف مرة مما هي عليها الآن. كان المفترض بهذا المجلس أن يسائل الحكومة اليمنية بجرائم الاغتيالات التي تقوم بها الميليشيات في عدن، الميليشيات المدعومة إماراتيا. هناك جرائم اغتيالات طالت أكثر من 30 شخصية، كل هؤلاء وجل هؤلاء كانوا من قيادات المقاومة الذين وقفوا ضد ميليشيات الحوثي وصالح. فبالتالي نحن نلاحظ الآن أن هناك تكاملا للدور الإماراتي والدور الحوثي في عدن في إنهاء كل من وقف ضد مشروع الحوثي. إذن هذه النقطة الأولى. لم كان المفترض بالمجلس أن يعمل على أن يسائل الحكومة فيما يتعلق بجرائم الاغتيالات والإخفاء القسري في المناطق المحررة، إذا كان يقول أنه حرر 80%. كذلك كان يجب أن يكون هناك فتح تحقيق حول أسباب استقالة نائب رئيس الوزراء السابق الأستاذ عبد العزيز قباري، والذي قال قبل في مقابلة متلفزة أن التحالف لا يريد الحاسم. معنى ذلك أن هناك يعني هناك أصوات في الشرعية، وهو أحد أعضاء مجلس. نعم، وهو الآن مستشار، لازال مستشار الرئيس هادي، وكذلك الصيادي وزير الدولة، والذي أصدر بيان من 15 نقطة ذكر فيها أسباب استقالته. نعم. فبالتالي كان على المجلس أن يعمل على فتح تحقيق عن مسار العمليات العسكرية في اليمن، والتي أدت إلى أكبر أزمة إنسانية، وأصبحت هذه الأزمة الإنسانية أحد نتائج الانقلاب الذي قام به الحوثي وصالح، والذي دعم أصلا من الإمارات السعودية. أصبحت هذه الأزمة الإنسانية تعمل على تركيع الشعب اليمني من أجل أن يقبل بخيار الانقلاب. وربما أيضا في ناحية أخرى مسألة ابتزاز دول التحالف، سنعود إلى هذه النقاط لاحقا. دعني أرحب بمن ينضم إلينا الآن، دكتور معن دماج الأكاديمي والباحث الذي ينضم لنا عبر الهاتف من تونس. أهلا بك دكتور. إذا كيف تتابع هذا البيان الصادر عن الكتل البرلمانية الموجه إلى الكونغرس الأمريكي؟ هو في يعني يبدو انه ضمن النصائح التي تعمل على اساسها دول الخليج، الشغل مع
شركات العلاقات العامة، تعتقد ربما أن هذا سيكون مفيدا. دكتور؟ ألو؟ أيوة نعم أسمعك، تفضل. قلت لك لا أستطيع أن أرى، يعني أول شيء إذا كنت مجلس، المجلس هذا عمليا انتهى منذ ثورة فبراير، وكان ينبغي أن يتم تشكيل مؤسسة تشريعية انتقالية، وللأسف الشديد أن الحسابات الضيقة لأطراف مختلفة منعت وحالت دون هذا الاقتراح الذي كان يتبناه بشكل رئيسي الأستاذ الدكتور محمد علي المخلافي وزير الشؤون القانونية، وأصبحت كل مؤسسات الدولة يعني رهينة لاتفاق، لأن الأطراف الأساسية السياسية وقعت عليها، ربما باستثناء مركز رئيس الجمهورية الذي انتخب في انتخابات أقرب ضمن نفس المبادرة الخليجية، هي أقرب إلى الاستفادة من هذه الانتخابات، وبالتالي هو محكوم، أصبح سقف البرلمان وأداؤه محكوم بالتوافق الأطراف الموقعة على الاتفاقية الخليجية، وصفته التشريعية والتمثيلية هي أصبحت محل شك، أسقطتها من ناحية ثورة 11 فبراير، وحددت مهام أعماله في الوقت الخليج الذي وقعتها الأطراف الأساسية في البرلمان التي هي الأحزاب الكبرى في البلاد والأطراف السياسية في البلاد. الرسالة وأنا صوت يعني هامشية في إطار هذا المجلس الذي لم يكن لا شعبيا ولا يعبر عن المصالح، وكان ينبغي في الواقع أن يحل وأن يرمى به بعيدا لأنه يعني لا يعبر عن أحد. لكن دكتور يعني هناك من يطرح ان يعني الشرعيه الان في نهايه المطاف، والرئيس عبد الرب منصور هادي يعني على راسها هو المعبر عن ما يعني ما يطلبه اليمنيون في هذه الاوقات وفي هذه المرحله الحرجه من التاريخ اليمني، لكن كثيرون ايضا يطرحون ان هناك يعني حاجه لدور اكبر للبرلمان. هل ترى أن ذلك يمكن إحداثه الآن؟ الحاجة موجودة لأن الحركة السياسية في البلد ميتة، ولأن الناس والأحزاب والحركة السياسية والمقاومة فشلت في إيجاد مؤسسات بديلة. البرلمان منقسم وبعض وهم نصفهم مع علي عبد الله فاضل، نصهم هذا اصبح مع الحوثيين، و يعني في الواقع مشرذمه، والفشل في عقده يعود لحسابات تتعلق بدول الاقليم وتتعلق في الواقع بانه هذا البرلمان متشرذم ولم يستطع ذاته بغض النظر عن راينا في اعضائه وقياداته والاحزاب الذي يتكون منها، لم يستطع ان ياخذ اي موقف مستقل من المؤسسات ولا من الحرب، لم يستطع ان يدعو لانعقاد يناقش فيها مسألة الحرب ومسألة الانقلاب على الدولة ومسألة الحرب الأهلية ومسألة الحرب الإقليمية، فقط يتصرف بإملاءات الطرف الذي يتبع له، مرة علي عبد الله صالح، مرة الحوثي، عبد ربه هادي، دول الإقليمية، وبالتالي هذا البرلمان في الواقع أصبح خارج استخدام التاريخ. الآن محاولة الاستدعاء هذا البرلمان كورقة وليس كمؤسسة شرعية، لأن هنا يعني هذه مرة يعتقد الرئيس نعم. هادي والدولة أن يجمعون نصابا فيؤسسوا لما يمكن أن يكون مؤسسة تشريعية تابعة للدولة، لكن هذا ليس عمل البرلمان. يعني هي في كثير من الأوقات دكتور الناطقون باسم الحكومة الشرعية، نعم دكتور، في كثير من الأحيان يقولون أن هناك حاجة لوجود البرلمان وهناك حاجة ل يعني أن يقف البرلمان إلى جانب الشرعية في هذه اللحظات الحرجة، لكن لا يبدو هذا الأمر واضحا من خلال تحركات فعلية على الأرض باستثناء هذه البيانات التي تصدر أو الاجتماعات التي تتم في الرياض كل فترة وأخرى. برأيك هل البرلمان أساسا غير قادر، يعني كتل البرلمان غير قادرة على جمع بعضها البعض؟ هناك اختلافات بداخل هذه الكتل وتبادل للاتهامات، ما الذي يجري بداخل هذا البرلمان حتى لا يظهر بشكل قوي أساسا من قبل أعضاء رئاسته، هيئته الرئاسية؟ البرلمان قوض وانتهى مثل المؤسسات التي انتهت مع ثورة فبراير، وجوده شكلي حتى وجوده القانوني محل يعني يمكن أن يكون محل نقاش. البرلمان لا يمكن أن يقف
مع أحد إذا لم يكن يستطيع أن يقوم بدوره بشكل مستقل. البرلمان الذي لا يستطيع أن يعبر عن موقف مما يحدث حتى ضمن الانقسامات، والذي لا يستطيع أن يأخذ موقف من الحرب ومن ما يحدث لمواطنيه ومن المؤسسات، وجوده زائد هو الآن سيستخدم كورقة إعلامية أو سياسية مع الحكومة هذه المرة، لأنها تعتقد أنها تستطيع أن تجمعه، مثلما كان علي عبد الله صالح في وقت سابق يعتقد أنه يستطيع أن يحصل على أعضاء أكثر. أما هذا لا علاقة له بطبيعة عمل البرلمان. البرلمان مؤسسة سيادية مستقلة عن السلطة التنفيذية. طيب هل يعني الآن دكتور أنت تتحدث عن وجود شكلي، إذا لماذا يصدر البرلمان الآن هذا البيان؟ دكتور مان، فقدنا التواصل مع دكتور مان، سنحاول إعادة التواصل معه. بالعودة إليك أستاذ خالد، اليوم يتحدث السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز الذي كان مرشحا للرئاسة الأمريكية في عام 2016 على أن هناك سيكون تصويت اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف الدعم الأمريكي للسعودية والتحالف العربي بشكل عام في الحرب ضد في الحرب في اليمن. هل هذا ما دفع البرلمان أو الكتل البرلمانية لإصدار هذا البيان الآن؟ يعني ما هي دلالة التوقيت؟ هو البرلمان الجديد، الكونغرس الجديد الذي سينعقد بغالبية جمهورية في بداية العام القادم، سيكون له موقف مغاير تماما ومناقض كليا ربما لإدارة ترامب، التي أصبحت ترامب أصبح حتى عبء على الحزب الجمهوري ذاته لكونه أتى أصلا من خارج مؤسسات الدولة الأمريكية يعني ومن خارج مؤسسات الحزب هنا للتحديد لكن الاجتماع سيكون لمجلس الشيوخ وليس للكونغرس ككل، حتى الكونغرس الذي يحظى بأغلبية جمهورية كمان، حتى المجلس النواب الأمريكي سيكون لديه موقف واضح فيما يتعلق بالحرب في اليمن. يعني هل هي محاولة من قبل هؤلاء لتعديل هذا الموقف، محاولة ضغط للتصويت لاستمرار الدعم الأمريكي للسعودية والإمارات؟ هو الإشكالية يعني لو ناقشنا يعني توقيت هذا البيان، هو المؤسف أن يصبح البرلمان الذي يفترض أن يكون مؤسسة سيادية مستقلة مهمتها الرقابة وعلى أداء الحكومة، وكذلك مهمتها أن تمنح الثقة أو تحجبها، أن يتحول إلى ورقة سياسية. والأخطر من ذلك أنه ليس بورقة سيادية بيد رئيس لديه كامل السيادة ولديه كامل الاستقلال في القرار. الإشكالية أن يتحول هذا البرلمان إلى ورقة سعودية، هنا الإشكالية، يعني يكاد يكون هذا عار هذه، ويعني وإشكالية كبيرة جدا أن يتحول البرلمان المفترض به أن يكون مؤسسة سيادية وطنية لها مهام محددة، من أهمها الحفاظ على الدستور والحفاظ كذلك على وأن يمثل باعتباره نواب الشعب، أن يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا، يصبح ورقة سياسية بيد طرف أسهم بشكل كبير جدا في استهداف الشعب اليمني. وللأسف الشديد هذا التحالف يلبس ثوب المنقذ، لكن للأسف الشديد من الذي ينقذ الشعب اليمني ممن أتى يعني لتجريفه ولتجويعه وللاستبداد وللتفريط بمؤسساته ولخلق كيانات، يعني هذه الكيانات تعمل على يعني سحب البساط من تحت السلطة الشرعية والتهديد اليمن الموحد. الآن للأسف الشديد نحن أصبحنا أمام كارثة أن اليمن مستهدف بشكل كبير، فبالتالي وحدة اليمن أصبحت مهددة، تراب اليمن أصبح مستباحا، الميليشيات التي تسيطر على الأرض أصبحت تسحب البساط من تحت السلطة الشرعية. ففي الحقيقة المهمة المنوطة بمجلس النواب إذا كان حقيقة يحترم الدستور ويحترم القانون وهو مؤسسة اعتبارية لا زالت تحظى بمشروعية وبشرعية، كما يقول الدكتور معن أن ثورة فبراير أصبحت يعني كما يعني من بعدها أصبح ليس لديه مشروع، ربما يكون هذا يعني مسألة فيها جدلية، لا
لا اوافقه الراي ان البرلمان يعني ان ثوره فبراير يعني اصبحت لانه هنا يعني في الاخير الحكومات التي شكلت بعد هذه الثوره اخذت ثقه من هذا البرلمان وحصل طارئ وهو الانقلاب، وكان يمكن ان يكون هناك عام الى عام ونصف من خلاله تستطيع الحكومه اليمنيه ان تلملم شتاتها وان تستعيد مؤسساتها وان يكون هناك انعقاد لمجلس النواب في اليمن. لكن نحن سندخل حقيقه في المأزق الذي ذكره الدكتور معا، ان هذا المجلس او الرئيس هادي حتى سيدخل في مأزق يعني مأزق دستوري ومأزق قانوني في يطعن في مشروعيته. الإشكالية الان الرئيس هادي وحكومته التي عينها ولم تمنح الثقة من البرلمان، لأن البرلمان لم ينعقد. لماذا؟ لأن أصلا التحالف السعودي الإماراتي لا يؤمن أصلا بفكرة الأحزاب ولا بفكرة الديمقراطية ولا بفكرة البرلمانات، فبالتالي المستهدف هي التحول السياسي في اليمن والتحول الديمقراطي، والمستهدف هو الربيع اليمني، والمستهدف للأسف الشديد أصبح يعني الهدف الحقيقي الذي لم يعلن عنه أن السعودية لديها يعني حقيقة تخوف من أن تكون هناك دولة قوية في اليمن. وللأسف يعني إيران تلعب على هامش الغباء السعودي، ودولة قوية في اليمن هي التي ستحفظ أمن واستقرار الجزيرة العربية والأمن السعودي على وجه الخصوص. الأمير الكويتي قبل أيام في الجلسة في الاجتماع مجلس التعاون الخليجي تكلم أن الحرب في اليمن إذا خرجت يعني عن مسارها واستمرت هذه الأزمة ولم يكن هناك حلا حقيقيا لإنهاء الحرب واستعادة الدولة، سيكون الأمن الخليج على المحك. فبالتالي كان أطلق يعني تنبيها واضحا، وهذا أعتقد أن هذا تحذيرا للسعودية وللإمارات على وجه الخصوص. أنا أعتقد أن رسالة الأمير الكويتي في الاجتماع مجلس التعاون الخليجي كان رسالة واضحة للإمارات وللسعودية أن كفوا عن العبث في اليمن واتركوا الشعب اليمني. ولذلك كانت الموقف الأخير الذي الموقف الكويت أنه أعلن عن ترحيبه باستقبال جولة المفاوضات في حال إذا كان هناك اتفاق. طيب. توقع الاتفاق. يعني هي نقطة مهمة أيضا في سياق الحديث عن البرلمان. نحن حاولنا خلال الإعداد لهذه الحلقة أن نتواصل مع برلمانيين للظهور معنا، لكن أبدو تخوفات يعني في نهاية المطاف، وغالبهم يقيمون الآن في المملكة العربية السعودية، وهذه التخوفات أيضا تبدو هنا موجودة من خلال أن باستثناء الشدادي لم يذكر اسم أحد في هذا البيان الذي صدر باسم رؤساء كتل البرلمانية بداخل، يعني كتلة المؤتمر الشعبي العام هناك توقيع يبدو أنه لسلطان البركاني، كتلة التجمع اليمني للإصلاح غير واضح، كتلة حزب الاشتراك اليمني التنظيم الوحدوي العدالة والبناء التضامن الأحرار والجنوبيون والمستقلون، حتى هناك كتابة التنظيم الوحدوي الشعبوي الناصري، يعني حتى الإشكالية هناك خلل في الكتابة في نعم. يعني هناك تخوفات إذن، يعني هؤلاء يصدرون البيان لكن يبدو أن هناك نوع من التخوف أو الخجل، ما الذي يمكن أن تصف في هذه النقطة أستاذ خالد؟ يعني إذا كانوا حقيقة يعني تم التواصل مع أعضاء الكتل البرلمانية الذين يعني المفترض أنهم هم الذين وقعوا على هذا البيان ثم لم يردوا، بالتالي يعني عدم استطاعتهم على التعبير عن رأيهم فيما يتعلق ببيان أصدروه هو في الحقيقة دعم للتحالف السعودي والإماراتي لإعطائه فاتورة مفتوحة، وعدم قدرتهم على مواجهة الإعلام ومواجهة الرأي العام، في الحقيقة هذا يقدح فيهم وفي مشروعيتهم، وهي تعتبر وصمة عار في جبينهم إذا تم التواصل ولم يتم الرد على التواصل معهم. يمكن أن يتعامل اليمنيون، يعني هناك مطالب بإنعقاد البرلمان، البرلمانيون لديهم تخوفات أساسا ولا تبدو لديهم مواقف واضحة فيما يتعلق القضايا المصيرية للشعب اليمني. إذن نحن أمام حالة صعبة. البرلمان من يفترض أن يمثل الشعب وأن يتحدث باسم الناخبين لا يتحدث. هي إشكالية أخلاقية، وللأسف الشديد أن ما ورد في البيان هو يعبر عن السر. ورد في البيان أو ذكر البيان أن السعودية قدمت مليارات الدولارات خلال عقود لدعم الاقتصاد الوطني. للأسف الشديد هذه المليارات التي صرفت بدعوى أنها كانت تصرف للاقتصاد الوطني خلال قالوا مليارات نعم مليارات من العيب والعار حقيقة تقديم الشعب اليمني كمتسول. هؤلاء الذين هم يعني
حقبة صالح للأسف الشديد قدمت الشعب اليمني كمتسول، الشعب الذي يعني حضارته يعني ضاربة في الأعماق منذ 5000 عام، للأسف الشديد حقبة صالح. والمؤسف أن غالبية شرعية هادي وغالبية رجالات الانقلاب في صنعاء هم من هذه الحقبة السيئة. الشعب اليمني شعب عظيم، لكن للأسف الشديد نكب في نخبته السياسية ونخبته الثقافية خذلته، وهذا المؤسف جدا. للأسف شديد المليارات، سأذهب إلى الاتصال، أعطني نقطة أستاذ خالد. هذه المليارات التي كانت تنفق أو انفقتها السعودية كانت تذهب إلى 40,000 مرتزق من ابتداء برئيس الجمهورية، وهذا صالح صرح بنفسه ابتداء من رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ورئيس البرلمان عبد الله بن حسين الأحمر وعشرات بل وآلاف من مشايخ القبائل والقيادة العسكرية والأمنية. فبالتالي كانت هذه المليارات تذهب إلى هؤلاء الذين صنعوا كمرتزقة، وهم الذين تسببوا في كارثة كبرى أدت إلى تجريف مفهوم الهوية الوطنية والارتهان الكامل للقرار اليمني بيد السعودية منذ مقتل إبراهيم الحمدي في 78. طيب دعني أشرك معنا في الحوار أستاذ خالد المحامي محمد مقبل الذي ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك أستاذ محمد. إذن ما بين أهمية أن يكون للبرلمان دور في هذه اللحظات التاريخية ولممثلي الشعب دور، وما بين تعقيدات الواقع المبادرة الخليجية المرجعيات كلها التي تعطي كما يبدو تفويضا بشكل أو بآخر وعملية توافق للعملية السياسية والرئيس عبد الرب منصور هادي، كيف ترى فيما يتعلق بداية في هذا البيان الصادر عن الكتل البرلمانية لمجلس النواب المخاطب للكونغرس الأمريكي؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك وضيفك الكريم في الاستوديو. الحقيقة أن البرلمان اليمني منذ أن تم التمديد له باتفاق سياسي أصبح دوره خافتا ولم يعد يطلع بدوره الأساسي الذي كان يفترض أن يقوم به. اليمن كان يفترض أن يذهب إلى استحقاقات انتخابية قبل 2010. الاتفاق السياسي مدد لمجلس النواب لفترة إضافية، أصبح الآن مجلس النواب يمكن أن نطلق عليه طول العمر الآن أكثر من 14 سنة تقريبا، وهو تقريبا منذ 2003 أليس كذلك؟ تقريبا. هذه الفترة الزمنية ربما ران على قلوب أعضاء مجلس النواب أو ملوا العمل الجماهيري، ولم يتح لليمنيين أن يصححوا أخطائهم في اختياراتهم لممثليهم. الفترة الحالية هي فترة حرجة والجميع يعرفون خطورتها. اليمن تعاني من حرب أهلية، انقسامات سياسية على مختلف المستويات. اليمن الآن تهدد وحدته الوطنية وتحتل جزء من أراضيه. المشهد اليمني معقد جدا، ومجلس النواب ظهر ضعيفا مرتهن القرار السياسي وغير قادر على أن يلتحم حتى الآن. يعني الآن رغم أن كثير من أعضاء مجلس النواب هم في مناطق أو خرجوا إلى مناطق سيطرة الشرعية، إلا أن مجلس النواب إلى الآن لم يستطع أن يعقد. طيب دعني أعطي إحصائية بهذا الخصوص أستاذ محمد. أعضاء مجلس النواب مفترض أن يكونوا 301، هناك 26 عضو متوفي إلى حين أغسطس الماضي تقريبا، ما يعني أن هناك 275 عضو، نصف عدد هؤلاء الذين يعني يكتمل بهم النصاب القانوني 138. الكتلة الأكبر الباقية الآن للبرلمان هي تقريبا للإصلاح، هناك يعني كتلة المؤتمر الشعبي العام يبدو أنها ليست موحدة بشكل أو بآخر. هذه التجاذبات وهذه المعطيات كلها هل تعطي إمكانية لدور قوي للبرلمان، أم يعني دعونا نكون واقعيين ونمضي هذه الفترة إلى أن يكون هناك اتفاق سياسي واضح بدون دور برلماني؟ البرلمان سلبت الكتل السياسية قراره السياسي أو قراره التشريعي.
كان من المفترض ان يتم الاستفتاء على تعديلات على المبادره الخليجيه على سبيل المثال حتى تصبح في مثابه التشريع، ولكنها ظل اتفاق سياسي ولم تخرج عن اطار كونها اتفاق سياسي. البرلمان مدد له باتفاق سياسي، المبادره الخليجيه شلت جزء من البرلمان واصبح القرار في البرلمان توافقي، ونقلت الصلاحيات او جزء كبير من صلاحيات البرلمان لرئيس الجمهوريه. في ظل هذا التعقيدات القانونيه والتعقيدات التشريعيه وكذلك التعقيدات السياسيه، اصبح البرلمان اشبه بتابع سياسي لمن يسيطر على مقعد رئاسة الجمهورية إذا جاز التعبير. هل يمكن أن نكون مناطقيين إذا ما تحدثنا على أن محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب من أبين، أيضا رئيس عبد الرب ومنصور هادي من أبين، أم أن المسألة لا تدار بهذا الشكل برأيك؟ سيدي الكريم، المناطقية الآن ظهرت لدينا، ليس المناطقية فقط، ظهرت في الفترة الأخيرة في اليمن القاروية. من كانوا أمميين ويتحدثون عن التوحد مع نيكاراغوا ومع بنما أصبحوا يدعون للانفصال، وليس الانفصال عن الوطن فقط، بدأوا يدعون إلى قراهم وإلى مناطقهم. ظهرت المناطقية الضريبة بشكل مقزز. اليمن الآن يعاني من تدمير الانسجام الاجتماعي، هناك ثقافة كره تقودها بعض القوى السياسية من أجل مصالح سياسية معينة، هناك دعوات للكره وللعداء بين أفراد المجتمع اليمني. البرلمان يفترض أن يكون هو آخر مؤسسة تشريعية، أو هو المؤسسة التشريعية يجب أن تقوم بدورها من أجل إنهاء الانقسام وإنهاء الحرب. طيب كيف يعني يتعامل، يعني نحن نرى أن الحوثيين يحاولون عقد جلسات برلمانية بشكل أو بآخر، هناك على الأقل مراعاة ولو شكلية لهذا الجانب، هل يهتمون أكثر بمسألة إعطاء اعتبار للبرلمان، أم أن هم أيضا يحاولون استخدامه كورقة كما تفعل جهات أخرى؟ في اعتقادي أن كافة الأطراف السياسية تحاول أن تكسب ورقة ضغط وأن تحول البرلمان إلى أحد الأسلحة، كل فريق يريد أن يجعل من مجموعة من البرلمانيين أو من هم يدورون في فلكه من البرلمانيين إضافة أو ورقة ضغط سياسي على الطرف الآخر. كنا نأمل أن يظهر البرلمان بالشكل الموحد والذي سوف يقود اليمن للخروج من الأزمة الحالية، ولكن ما نشاهده هو عكس ذلك. برأيك طيب هذه الرسالة من البرلمان، من كتل البرلمانية بمجلس النواب اليمني بشأن المناقشات الدائرة في الكونغرس الأمريكي عن الأزمة اليمنية واحتمال أن يكون هناك تصويت ضد استمرار دعم أمريكا للأسلحة للحرب التي كما يقولون تقاد عبر السعودية في اليمن، كيف هي ملابسات هذه النقطة؟ هل أنت مع وقف هذه الأسلحة أم لا؟ سيدي الكريم، الوضع في اليمن لابد أن نكون منصفين، هناك احتلال إذا جاز التعبير، سواء قبلنا هذا الكلام أو رفضناه. القرار اليمني مرتهن لقوات أو للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية وغيرها من دول التحالف. القرار اليمني أو البيان اليمني أظهر البرلمان بأنه عبارة عن تابع تقوده المملكة العربية السعودية. طيب أستاذ محمد، أشكرك على تواجدك معنا، كنت من صنعاء عبر الهاتف، محمد مقبل المحامي، شكرا جزيلا لك على هذا التواجد. بالعودة إليك أستاذ خالد، يبدو الكثير من الحديث يمكن أن يقال في هذه المسألة. هناك من يقولون على أن يعني هناك ضغوط في نهاية المطاف على المملكة العربية السعودية والإمارات، وهي تحاول مساعدة اليمنيين في المقابل.
خاصة بعد مسألة خاشقجي وقتله بشكل أو بآخر. هل يمكن يعني هل يجب على اليمنيين تحمل تعب يعني عبء المملكة العربية والسعودية والإمارات في هذه الملفات أيضا مع وجود هذه الحرب في الأراضي اليمنية؟ هل يمكن أن يتحمل اليمنيون ذلك أيضا؟ اليمنيون دفعوا ثمن التدخلات الخارجية، وهذه التدخلات الخارجية هي أتت أصلا بتفريط النخبة السياسية بمفهوم السيادة الوطنية، وهذا بدأ مبكرا. يعني التدخل السعودي في اليمن قديم ويمتد إلى عقود، ولعل التخلص من إبراهيم الحمدي كان أحد أهم الخطوات التي استطاعت من خلالها السعودية أن تحكم قبضتها على القرار في اليمن. وهناك مشروعا واضحا يبدو أن المقولة التي يتم تداولها لمؤسس السعودية أنه لا يمكن أن تكون هناك سعودية قوية إذا كان هناك يمن قويا، ومحاولة السعودية لجعل اليمن حديقة خلفية هو في الحقيقة يضر بأمن السعودية، ويجعل من هذه الميليشيات التي استطاعت إيران أن توظفها بعد أن تلقت هذه الميليشيات دعما واضحا ومكشوفا من قبل أعداء الثورة أعداء الربيع العربي ورواد الثورة المضادة من أبو ظبي والرياض. وكان دخول صنعاء بضوء أخضر سعودي إماراتي وسكوت المجتمع الدولي بشكل عام، وكان بن عمر حين ذلك مهندس عملية الانقلاب التي حصلت في 21 سبتمبر. فبالتالي الشعب اليمني أصبح مستهدفا، ويتحمل النخبة السياسية التي أتت بعد ثورة فبراير والتي للأسف الشديد لم تكن عند مستوى التطلعات والآمال العريضة للشعب اليمني الذي خرج بالملايين ينشد التغيير والديمقراطية والحياة الكريمة، وهي مطالب يعني كل العالم يعني كان مصطفا مع هذه المطالب، إلا أننا في محيط يرفض الديمقراطية ويرفض مفهوم الدولة الوطنية ويرفض مؤتى الحوثيون. نعم. ليستفيدوا من هذه التناقضات وينطلبوا على العملية السياسية وبدعم من سعودي إماراتي واضح هذه الحرب بالضبط. الآن كيف يمكن يعني الخروج من هذه المعادلة الصعبة؟ إذن دعني أشير إلى أهم نقطة من نقاط البيان، نقطة من نقاط البيان التي ذكرها البرلمان. دعا البيان إلى ردع إيران ووكلائها المحليين والإقليميين من العبث بمصير الشعب اليمني ومستقبله، يعني أمر يعني شيء جميل جدا، لكن بالحقيقة الغباء السعودي هو الذي جعل إيران تعبث في اليمن وتعبث في العراق وتعبث في 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 كل المنطقة العربية. يعني لم تصل الصواريخ ميليشية الحوثي إلى الرياض والتي نهبها من مخازن الجيش اليمني إلا بعد أن يعني دعمت السعودية هذا التحالف اللئيم الذي قام بالانقلاب على العملية السياسية في اليمن، وهو تحالف الحوثي وصالح، فارتد يعني كما يقال مكرهم عليهم. يعني هذا السلاح الذي تضرب فيها الرياض هو سلاح الجيش اليمني الذي كان المفترض أن تعمل السعودية والإمارات وجيران اليمن على الإيفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنع الانقلاب، لكن في الحقيقة كانوا يتظاهرون أمام العالم أنهم الشعب اليمني من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأن الشعب اليمني سيأتي إلى استفتاء على الدستور بعد أن تم إنجاز الدستور وتم إنجاز الحوار الوطني والحوثيون وقعوا وتم كل شيء شكليا، إلا أن هناك كان يعني أمرا يدبر في الخفاء وهو الانقضاض على العملية السياسية. فحينما انقضت السعودية على العملية السياسية عبر تحالف الحوثي وصالح ووصلت صواريخ الحوثي التي هي أصلا سلاح الجيش اليمني إلى الرياض، صالح أراد أن يستخدم ميليشية الحوثي للانتقام من الشعب اليمني الذي طالبه وطالبه بمطالب يعني حقوقية بسيطة للغاية، ومنحه الحصانة الدبلوماسية، إلا أن رقصه على رؤوس الثعابين وتذاكي المفرط
على الشعب اليمني أوقعه في مصيره. فبالتالي السعودية الآن تدفع ثمن غبائها، وعلينا أن ندرك أن السعودية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر بهذه اللعبة القذرة في اليمن، والإمارات ربما أصبحت تدرك أنها في ورطة كبيرة. لذلك هناك في خلال الأيام القادمة خلال الأيام الماضية لاحظنا أن الإمارات تحاول أن تصفي الأدوات التي من خلالها كان الأدوات المادية التي كانت يعني متورطة من خلالها بارتكاب مجازر وبارتكاب يعني ممارسات لا إنسانية في المناطق المحررة. يبدو أن الأيام القادمة ربما نشهد أن هناك تراجعا من السعودية فيما يتعلق بتحريك المشهد اليمني باتجاه الضغط على ميليشية الحوثي، وربما يكون تحريك الجبهات نهم وغيرها هو الضغط لدفع ميليشية الحوثي. نعم بما يعني ربما يترتب هذا على ما سيحدث في الغد. هناك بصيص أمل، نتمنى أن يعي صانع القرار السعودي أنه في ورطة كبيرة إذا استمر بهذه اللعبة، وهناك فرصة بسيطة ربما لأسابيع لكي يدرك الأخطاء القاتلة والفادحة التي ارتكبها في اليمن، لأنها ستأتي عليه كما أتى يعني انقلاب الحوثي وصالح أتى عليه وأتى على الجميع وغالبا ويعني من المكر غالبا من يحاول أن يمكر ومن يحاول أن سيعود عليه. نتمنى أن لا يعود مكرهم عليهم، ونتمنى أن يعودوا إلى رشدهم، ونتمنى لليمن الخير، ونتمنى للرئيس هادي أن يعود إلى أرض الوطن. في الحقيقة كنا نتمنى أن يعود إلى 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 عدن، كان ذلك أمرا يعني سيحدث يعني نقلة نوعية فيما يتعلق بالحوار الذي يحصل في السويد، وأن هناك تحالفا يحاول بالحقيقة الإيفاء بالتزاماته. على تواجدك معنا في هذه الحلقة المحلل السياسي خالد عقلان، الشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحيات الزملاء، في أمان الله.